ده عموما شكل الهيكل هو بيديك ريفيو عنده بسرعه. هتبتدي تجيب فردتين تمام من مصنع حديد وصلب طولهم 30 متر، هتبدأ تشد عليهم بس سكينة معجون سريعة عشان تعمل ايه؟ أي فراغات في الحديد أو مطبات تتعدل. بعد كده هتبتدي إن أنت تشد عليه بالبلاك تمام تمام بس ده في فردتين، وفي النص فيه ايه؟ كام أنطرة؟ قول مثلا 12، يعني أنت ايه؟ ما توفرش. لو في أي ميل ولا حاجة على الزراجين ويشد. بعد كده هتجيب عفشاج يعمل لك ورق سوست اللي هي العفشة السوست دي تمام؟ وربطوها عادي سواء انتوا الاثنين مفيش اي مشكله، مش هتحتاجوا حاجه يعني مش محتاجه فني انت فاهم. ويجي بقى واحد يقوم رافع عليها ايه الكارونه، يشبط الكارونه على بص انجز حالك ما تفكرش كتير. ومفتاحين انجليزي يا باشا اقعدوا ربطوا من غير اي دراعات عزم، ده الموتور تمام بالفتيس. جه حته واحده استيراد تقدر تنزل تجيبه بقى من عزبه شلبي ولا الحرفيين هيرفعوه. طب هو محتاج قواعد مكنه، المهم ان هم رفعوه. طيب انا معرفش هيركب فين وهو بيضرب دلوقتي يعني دي ادي هي اكيد دي الانطره اللي هتركب بقى تحت ولا فوق انا مش عارف. بيبتدي ان هو يدق فيها ويعمل لها بالدريل 4 كرات. حلو، يبقى هو كده هيشبطها في حاجه بيصرخ. بصوا فيه ضمير الموتور من ورا من عند الفتيس على قاعده، فدي اللي هيشبطوا الفتيس فيها من فوق، يعني هي كده والفتيس هيتربط من فوق. فادي اول قاعده مكنه ولحموها لحام عادي، يعني ده 3 بنطات كمان. يعني هو مش كلهم هيعيدوا على الشغل ده بعد ما يخلصوا. بيبتدي هو بيقطع في حديد بيقفل فيه وبيعمل له دعامات، كلام جميل. بيقفل الدعامات فيه، بيربطها في الدعامات، اهي قاعده الموتور. شو لازم يتعمل له قاعده موتور؟ ما هو مش هيتعلق على الاربعه، المهم ايه بيلحموها. فهي الموتور في النص بين القضيبين، هو حط قاعده يمين قاعده شمال وفوق انطره معلق الفتيس، كلام جميل. وبيقيسوا والله الناس يا جماعه، الناس جماعه بس يعني الناس والله مش على قد كده. وبص بقى بيقص ليزر، يعني بيقص على اللحام النار على طول وبتاع، ومش هيسيطر على صاروخ يا عم واحد الله ماشي الكلام ده. المهم بيقيس، انا اول مره اشوف واحد بيقيس في اكل قاعده. حلو، ايه ده يعني هو مفيش رابر؟ يعني كاوتشه عشان تاخد رجه ما هو اي مطب هينزل المكنه. المهم يعني انت بتعمله تحت البيت، انت بتتكلم في ايه يا صاحبي يعني. طب تمام بيقفل هنا اكيد، يعني انا اتفرجت على الفيديو ده على فكره 4 مرات قبل ما اجي اطلعه لكم، عشان هو في حاجات انا ما كنت عايز افهم ليه الدماغ في الحته دي. هما بيقيسوا في الشاسيه، هو اكيد هنا هيقفل، يعني هيقفل حوض المكنه. بس بص والله على قد كده الزاويه صح، القطعه صح، الدنيا يعني الدماغ برضو شغاله مش بتنام. يعني هو هنا بيقفله، لا ده انا بيقفل الرفرف اللي هيركب، او بيقفل العلبه اللي هيركب عليها الفوانيس، وهنا بيقفل حوالين الموتور حوض المكنه. يعني في الخير والله. وهنا بيحدد علامات وايه الدريل اللي متشعلق بجنازير دوت، واي زاويه يمين شمال غلط الدنيا في الضياع. المهم مفيش مشكله، بيبتدوا هنا يقفلوا بيربطوا. هو كل الحكايه بص الفيديو كله عباره عن الناس بتخرم وتربط، يعني تمام الحوار ما فيهوش اي لحام غير في الاجزاء الاساسيه، وان هو بقى بيتني ويقصص وبتاع، وده اكيد اللي بيقفل بيها حوض المكنه. وانا قلبي حاسس، انا عارف الحاجات دي كنت بشوفها. يا باشا بيقفل حوض المكنه يا باشا، من صور الشباب انتوا شايفين موتور استيراد اساسا، يعني انا ما اعرفش جايبينه من النقل ده ولا ايه. وبيخرموا في يعني انت المشروع بدا معاهم من قضيبين حديد بس، عملوا عليهم اتوبيس دلوقتي. المهم ان هو بيربط وبتاع، وهنا بيقفل بقى سقف المكنه، وهنا جربوا لا ماشي، يعني لا ماشي. بداوا يعملوا بقى البادي، بقى البادي بقى عباره عن ايه؟ عباره ان هو جايبين اقفاص، هم دخلوا الشاسيه الطويل اللي عاملينه بالتانك لو ملاحظين وبتاع، خلاص يعني الميكانيكا اشتغلت، جابت يمين وجابت شمال معاهم ومارش وطلعت والدنيا حلوه. بيقفلوا هنا بقى ايه البادي، بيعملوا القاعده اللي هيركب عليها البادي تمام. شدوا على القضيب قاعده من تحت، بيرفعوا الجنبين. يعني انت لو ما شفتش اتوبيس بتعمل قبل كده في حياتك ما تصحكش تتفرج على الفيديو ده، عشان ما يبقاش ده اول تجربه تاخد عنها فكره تمام. ويبتدي يلحموا جنابه كميه لحام اوفر والله اوفر. وبيقفلوا السقف عملوا كيدج صغيره كده حلوه. وها عارفين الاكل، الفيديوهات الاكل اللي هي بتاعت الشارع بتاعت الهند، انا شايف حاجه زيها بس عربيات. يعني بيقفلوا الصاج اللي فوق تمام، لحم يا معلم،
صاروخ شيل الزيادات. بصوا يعني هي على قد كده انت تحس ان انت قادر تعمله تحت البيت عندكم، ان انا جنبية الكهربائي وجنبية الميكانيكي وجنبية الحداد ولسه النجار. هتقول لي اعملوا ايه بالنجار؟ هقول لك اتقل. هو انت فاكر ما فيهاش نجار؟ لا فيها نجار يا ريس. المهم هنا بيقفلوا الجناب بقى بالصاج يعني على الفراغات، بيديها بلط يشبطوا السن والمفروض ان هو ايه ده شاشنا وهيتقادي النجار جه. مش بقول لك فيها نجار، انا خدت بالي مره شفت. المهم ده باب وشباك او نجار مسلح اللي بيسقف البيوت ده عارفه. المهم ان هو جه بيقفل والراجل بيزق. المهم خلص لهم البتاع، عمل لهم ارضيه الاتوبيس بالخشب. انا ما اعرفش هي بتعمل بالخشب ولا لا في العاده، ولا عنده فكره يا ريت يخش يقول لنا ان ده اللي بيحصل ده مش ما ينفعش يعني مش قانوني. المهم بيقفلوا بقى ايه وش الاتوبيس. لا دي بقى محتاجه بقى مهندس كرييتيف كده يرسم لهم وش اتوبيس حلو يعني، ما اكيد مش على كل ده هيطلع مدرعه. المهم برضو انا بقى انا ايه ده، ده علب الفانوس، علب الفانوس اه هو مدام فيها اه بيقفل. بص ابني يعني بيقفل علبه الفانوس وكان الفانوس هو كل حاجه صاج. انا ما شفتش فبر دخل في القصه دي لحد دلوقتي، كل حاجه صاج قدامه يعني بيقفل الصاج ويشتغل. المهم بص بالشاهوش ويدق ويعدل يعني والله دماغاتهم حلو. في الاخر هنا بعد ما ركبوا بيشدوا بقى ايه البوهياجي، وهيجي بيقفل عليهم مرشوه كمان من فوق، وده بيصرخ ولا بيصنفر اه. وجينا دخل بقى بالجهاز وبتاع وبينعمه وكده، هيدي بقى وش فيلر وهيخش باللون. هنا بيشدوا ده ايه آه اخيرا دخل البلاستيك في البتاع، بيعزلوا الخشب بيه بقى غالبا. حلو قوي كده. انا خلاص انا هنا شايفين اتوبيس ومقفلينه عادي جدا يعني. ده الكراسي بيحطوها خشب بعد ما عاملين هيكل قاعده كرسي حديد، وبيضرب بالبتاع ووراه هو بيقفل مسامير يعني هو يخرم له والتاني يدخل مكان، هيضرب في السلك ويتكهربوا الاثنين ومحاور. الحمد لله ده ماده كده بيجيبوها من ايه مخلفات السفنج. وده ايه ده، انت كده عملت الكرسي يا ولد اللذينة يا باشا. خلاص يا باشا حتتين سفنج اللي هو بالتجميع اللابو ده ولا مش عارف اسمه ايه، وتصبوه وحطوه في النص. المهم قفلوه يعني، قفلوا لك اتوبيس دلوقتي انت مستني ايه يعني. وهنا بيديله وش بقى ما ايه الحزام النظافه اللي هو هيتباع على سنوا فابريك. ماركته ايه ما تعرفش، اللي اتعمق ما تعرف، هو كده تمام ما تفهمش على الله. حتى ما فهموا باكستانيين ولا فهموا، انا اهو هم كفايه عملوا اتوبيس في الشارع قدامي يعني بس. وحضرتك يعني انت لو خلص معلش بقى اتوبيس اهو ويسافر.